الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الكريم محمد وآله وصحبه أجمعين. ما بعد، درسنا وكيس سقالات وكم إذا كتاب خلاصة نور اليقين في سيرة سيد المرسلين وإسكالها عمر بن يحيى بن عبد الجبار رحمه الله تعالى. وحين سوق أرني الدرس التاسع والعشرون عشر كلباتن يوه سقالات خروج النبي نبي كسب حديثي ويا صلى الله عليه وسلم من الحصار قوضون كي لقوضوميي وكسب حي قوضون كواد قرن إيسان شعبي واتي لقري يسو ميشي الله بكاتسو قرن إيسان ميشي وكسب حي سابق وكسب حي وارك دونا في سنة العاشرة سنة كي طبناد ومن النبوة نبي نماذا كمدة اتفق وحا اسوافقوه الشيي خمسة شن نين ومن أشراف قريش وقريش وضياش هذه كامدة فنقضوا وحي جحجحين وبربريين الصحيفة وراغ دي قراب قويس نمدو ايكو قرهيدو كعبادة صفريدو عن صومر ريسو محسوطان وراغ دي وجحجحين هل كان لنبر وان بوي قبطي وكان وحوها أول من روح كي وهر يو تكلم كهدلي ومنهم شنطة كامدة زهير وصحابي زهير لو يقان لنك زهير لو يقان فقال وحو يرنين كاسه يا أهل مكة ترهي مكو أن أكل معنينا الطعام الراشنك حيث وحي ونلبس محرنينا الثياب الدركة وبنو هاشم والمطلب ريبنو هاشم يا ريبن المطلبنا هل كأيهم كوا باباي لا يبيعون إسن وحبك ذن كارين وبديعا إسن إسكا إيبين كارين ولا يبتاعون وحرا إسن سوء إيبسن كارين مصاصة والله إله من كل أرتيه لا أقعد فريسا مايو حتى تشق إلا لتشيحو هذه تن الصحيفة إي وراغضة الظالمة إي قردرا القاطعة إي قراب قويس كأبي وراغضو قراب قويس ميها وحاكو قرنبا قراب قويس لما فأيد وحا تاغيري قوله هذا الكيسي الأربعة الباقون أفرتنين وصور رعضي أفرتاسا وركي كتاغيرو وحي لهم وصح ورغضا وإن لشرشرالي فخرج النبي نبي صباحي صلى الله عليه وسلم حبان كبه دمية ولم وحبا يدين دي من أنا أحكى لبي يقري ما يبا كين هذا يدي فقال اللهم أبو جهل أبو جهل باوحو كويري هذا أرن كان أمر أرن ويقضي اللهم أمولي أولا حكومي بالليل همين وتشوروا لغانا تشضي فيه دحديسة بعد هذا المكان ماشان أيضا ميلا نهينا اللغة تشضي وكوذا أبو جهل أفرتانينو تاغيرتي زهير تلادان أي كينين وطلعي هوري وسو باراندجين بوير وحدا بلوضي ماءها ميلا ميشان هين يوقت عن وقت عن هين وصور لما يستنبش طيب فخرج النبي نبي قوو بحي صلى الله عليه وسلم وكسو بحي ومن دتكي معه لشيرن كيساها من الحصاري قوضو منتي بعد أن مكثوا انتي نقادين كبعد في الشعب قوشا غريبا وحكولو من ثلاث سنوات صدح سنو سببت وحوي مركي لحنبا يقولي رقوشا سقلا ومدنا وحا كيب سنين وحنا الذين كيب سن مايو تاريخ القرمة هيد سنتكي تطبات صماهين هذا أنا سنتكي طمنات بالله مرية صدح سنة تقريبا بماشي كوتشري صدح لا يصل مسو قارين إليهم بنو هاشم يبن المطلب شيء شيء من الطعام الراشنة إلا خفية سقر سودية ماهن حتى أكلوا إلا يعنين ورق الشجر جيدها عليهم طوضة كاتب أن تكبضت عنتوا أيون الرفادين بيسيدا حوله جيدها أضاقان بجيدها عليهم طوضة عنيين وكان الرسول الرسول كوحوها صلى الله عليه وسلم قد أخبر من لغة ورمي قد أخبر من لغة شيغي أن الأرض تأبورك يلوكي قد أكلت إني عنتي الصحيفة وراغضي قد أخبر مياه يغلس أخبر أخبر ميت كور رمي
أن الأرض تأبوركي قد أكلتين عنطي الصحيفة وراغذي دادكو وحو أسي شاقة وحو كوير وراغذي قرابة قويس نمادو أيدين كو قرر ريدو ميشة سران جرتي وقوغو إدون طايعيد دي أبوركا عوني دونا. فلما قورتي نزلتها قريش قريش أي سود دجيين ليمزقوها وراغذي سي أكلت جحجيحان وجدوا وحي أغادين ها أيضا كما سيدا أخبار أشيغينيته وراغدي هدي وي مادين اني جح جحان با وراغدي لعنوي وبيبه نقطي بي وي مادين بي نبي كان هوري اسي شيغي صلى الله عليه وسلم صنفكم يا شان افر غضب ايو كو شيغي سند كي تبناد هجري جه شان روح وضياشي قريشيد اني اسكو وافقين وراغدان قرابه غويسنمد واي كو قرنت هي اني جح جحان كو نبي كو انو كسو بخاي يا ددكي لا سوداي ميشي لو خانيباي صدح سنة كبعدي حالات دي نولدو اي كوچيرين انا اي هيد حالات يدروف ادو عريري اه او اي قاة چودين الا اي قيدها علين توضعونين معجيسة كميدة معجيسوين كي نبي جينا صلى الله عليه وسلم اه وحان دعين انتيسان دعين انو كسي ورمي سيدو اوغا ورمينا اي نقطي او اه وراغ داسي وحكو قرنايين ان لعوني دونا بابها اي نقون دونتو ايدو ابرا ميشين اللوغو تغيب سيدو اي اولا عليها وشاسو في سنة العاشرة سنة كي تبناد من النبوة النبي نمضى كمدا اتفق وحاهشيو اسوافقي خمسة شن روح من أشراف قريش قريش وضياش وضي كمدا فنقضوا ويفرفرين الصحيفة وراغضي ويترترين فخرج النبي نبي صباح صلى الله عليه وسلم ومن دتك معه لترين كي سهانا ويكصوبحين من الحصار قدومنتي يشاريد دي لشاري بعد أن مكثوا انتي نقادين كبعد في الشعب قوشا قريبا وحكولوا من 3 سنوات صدح صنو لا يصلوا حالو سنسو قارين إليهم أيقا شيء شيء ومن الطعام الراشين إلا خفية سقر سودية ماهن حتى أكلوا إلا يعنين ورق الشجر قيدها علين طوضة شجر وقيده ورقنا وعلينت وكان الرسول رسول كوحوها صلى الله عليه وسلم قد أخبر متكور رمي يعني أخبره ورئي قرية أن الأرض تأبورك أكلتني عنطيا صحيفة وراغي فلما نزلتها مركي سودتي سي قريش قريش وراغي وحلو شيء لسودتي ليمزقوها سي أكلت شحيحان وجدوها وحي أغادين كما أخبر أما وحي كو أغادين كما سيدين أخبر الرسول كوكور رمي صلى الله عليه وسلم أسئلة سؤاله في أي سنة سنة كبيرة نقضت فرفرتو أي تحتاح ذي قريش قريش بكالي أنتها الصحيفة أما نقضت الصحيفة وراغذي لفرفري سنة كي طبنات كم كث النبي نبي إمسو كنا قادة في الحصار قودونك صدح سنة هل كان معها يصلوا إنو سوقاروا إليه حقي سشي شيء من الطعام الراشنة مايا إلا سقر سودية ماهني بماذا محيب أخبر كسي ورمي قبل خروجه انتو نصبح كهر من الحصار قودونك أن الأرض قد أكلت الصحيفة الخلاصة قبقب في السنة العاشرة سنة كي تبراد نقضت ويتشحشح ذي نقضت ولا تشحشح الصحيفة وراغدي فخرج النبي نبي صباح صلى الله عليه وسلم من الحصار قودومنتي بعد 3 سنين سدح سنة كبعد الدرس 13 كصدونات في السنة العاشرة سنة كي طبنات وفد وحا أسو وفدي عليه نبي قدوشي سو وفد وفدي ومن نصارى نجران نجران كريستان كي سي كاميدا نجرانكو ومقالا مكا يمن ودحيسة حق يمن بين حيتا بلغهم وحا سو قاري قليهاس خبره نبي قوركي سو قاري صلى الله عليه وسلم قليا قال هي اسكا مش اسكا تشوجين وحاسو قاري مركا نين نبي نبا شيغان يا مكا كسو بحي حجبي وركا كهل ما داب تليفون نشرين من مهاجري الحبشه ددكي ارض الحبش او جرودا او موسو هوغامني رجي سو غار ميسان قليه با فرينتا غارسي وكانوا وحي اهاين قليا هاس وفديغا 20 لباتن رجلا انين فقرأوا أخري عليهم دشوض الرسول الرسول صلى الله عليه وسلم القرآن قرآنك فآمنوا ويرميهم كلهم رمانتوض فوبخ وحى عن باريهم أيقى أبو جهل أبو جهل بعن باري
على إسلامهم إن إسلامين بنوكو عن باري ورنا قد تقبي وحفي عن متى ذن محاو إسلامتين فقالوا وحن كوي رهدين له أساق لكم إذنك وحا إذن سغناضي ما وحا أنتم إذنك عليه دوشي سأكون سغنتهن أفاريهن مقلينو ولا نغنا وحا نوسغناضي ما شيء اخترنا وأندورني. طيب لمبر هوس ما إذنك قبت لمبر كالوان ملودو يمدو وحاويه وفد نجران نجران تاسميشي كتا لحقيوي وحير وبلد بين مكة والمدينة وميل مكة يا مدينة ودحيس يا ها واليمن بين مكة واليمن مد اللباد وابو جهل عيبين تيساواتن قال وحكير لهم أيقا ما رأينا ما نان أرق ركبا سفر أحمقا إذن كدقنصن منكم إذن كبير وحبا ضمبان دات سفر أركونين وضيانا هاي ولي إذن إذن كدقنصن ما أرق طبعاً كنّي نبغي استأذن نجران كييم، حلو كربا، وحير أرسلكم واحد صادر صديقكم تلكين، تعلمون سادسوا جاتان خبر هذا نينك وركي سأر رجل نينك، خبر هذا كم وركي سأر رجل نينك، فسبقتم دينتي نبغي أتكبح ذنب، إذن كان واحد الذين صادر صديقكم ربحين بعلى كربا، إذن كنا نينك ودينتي سأسك قادتين تيني نوقتكتين، فقالوا وحير هذا نقول يا هاسي، سلام نبتقلي عليكم دشي دشي نهاهات. لا نجاهلكم سيدا جاهل لما رغم إنسان أنو إذا لا سمين من يره لا نجاهلكم جاهل إذا أني أقول درنا أني واحد سمين إنسان أنو إذا لا ولا قرن مين لكم إذا كواحد إذا سجن هذاي ما واحد أنتم إذا كعليه دشي أكو سجنته ولا أنا واحد لا سجن هذاي ما شيء اخترناه أن دورناي فأنزل الله إله بسودتي في ذلك أرهن كارحب سبحه كسودتي الذين قوة آتينا أنسينهم أيق الكتاب كتابك من قبله قرآن كهرتي هم أيقوا يؤمنون كورهم أين يوي به قرآنك أما به نبي الله بضبا وإذا قرتي يطلع الآخر عليهم دشوضة قرآنك قالوا وحي ليهن آمنا وارهم أين به قرآنك إنه قرآنك الحق حق من ربنا ربنا حق يسون كيمي إنا أنه كنا وحانهين من قبله قرآنك كهر مسلمين وديمه قرآنهم يسنين ومركهر ومسلمين بانهن إلى وحير أولئك كواسي يؤتون وحلسين دونا أجرهم أبالكود مرتين لبتشير بما شيء سبب كبان الغسين يا صبر وإكو صبرين ويدرؤون ويدفاعيا بالحسنة شيء قوان أكسن أي السيئة حماتدة كهر جينيا مركي حماتة كدعضو شيء وان أكسن بيكدب جينيا ومما كي حقي سرزغنهم أنكو رزاغنين ينفقون وحبيك بحنيا وإذا قرتي سمعوا أي مقلان اللغو عن تربغش ما لا يعنينا أعرضوا وكتشين سنيان عنه حقيس وقالوا وحي أورانيان لنا أنك وحا نوصقنا ذي أعمالنا أعماشينا ولكم إذنكنا وحا دين سقنا ذي أعمالكم أعماشينا سلام نبتقليو عليكم دوشينا ها أهاتو لا نبتغي مرة دينينو الجاهلين دتك أقول الله وياشان وحب الله لمينيه مع السلامة أدير أبو جهل ساسا اللي وجوا مرك آيات كاسا سودري أفر غضب مصنف قماشان كره الله غضب ككوبا سنة كي تبناد نبي جوحة أي مدد وفدي وات سنة كي تبناد النبي نماذا وله هجرة ما ينكر نبي وله هجرة ده ما كله شو جه قال يا وحة أي مدد وفدي وكريستان نبي عيسى رميسيهين مال نجران اللي رهذي كي مادين نجران المدينة مكة وحة وده حسايا من ما غي هاي طبعاً طيب يا ورقة وش يا غي تذكي كي هجروا ذي مكة وأرض الحبش آذي مركي إسلامي المحارد عي أبو جهل بعيبي وحير الدقماته ذات با وحي دين صدر سيان سهن إيا ورب حين إذن كنا واسكا وقالوا دين دين تين وكا بحدين أجيقنا وحي كويرة هذين وروا ناكسنوا أنقا عقل غيقا كدوراني هوشان في السنة العاشرة سنة كي طبنات وفد وحا أسو وفدي عليه نبي قدوشي سوفد رق أخياره ومن نصارى نجران قليه نجران إن كريستان قد كمده بلغهم قليها وحسو قال خبره النبي وركي من مهاجري الحبشة أرض الحبشة ذلك يجردون كسو قاري وكانوا وحيا هايين 20 رجلا يعني طبعاً بان ملايين ايه لباتنين وي هاي لباتنين ايه هايين طيب فقرأ أبو أخري عليهم دو شوضة الرسول الرسول صلى الله عليه وسلم القرآن قرآن كي أيوكو أخري فآمنوا ويرميين كلهم رمانتو وحدتك لغو هنونيو أو لغو إرشاديو
وخيرك السبب لو قلنا قد القرآن كإله كفي على ما أركه سيدا أوي مهم تهي قفك مسلم كهي القرآن كإنه حفظيه كبعدنا تفسير كيسي معنه سوء برتو. طيب قرآن كي مركة الروميين فوبخهم وحا عنباريي أبو جهل أبو جهل على إسلامهم إسلامي ما ضد إسلامين بكو عنباريي وكو عبي فقالوا وحي كوي رهدين له أساق لكم إذنك وحا إذن سغنادي مشركين تان قريشي داي ما شيء أنتم إذنك عليه دوشي أكو سغنتهين ولنا أنقنا وحا نو سغنادي ما وحي اخترناه أن دورني أسئلة سؤاله من روحي با وفد أسو وفدي على النبي نبي صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة سنة كي طبنات وفد نصارى نجران كو نصارى نجران من أخبرهم يا أشيغي أيغه به نبي أرض الحبشة كويه جرودي هل آمنوا مرميين به نبي ها من روحي با وبخهم كو عمباري على إسلامهم إسلام ماذا أبو جهل بماذا محبي أجابوه أقو جوابين لكم ما أنتم عليه ولنا ما اخترناه الخلاصة قبل وفي تلك سنة سنة صيدة وفد وحا أسو وفدي عليه نبي دوشيس بعض النصارى نجران مقالة نجران لو يقان كريستان كي دقان قبل كمدة فسمعوا وي مغليان القرآن قرآنك فأسلموا وي إسلامين الدين تيؤه قان سمين الدرس 31 10 صدن إيو كوباد وفاة خديجة خديجة جيري دي ديوي زواج سودة إيو عائشة إيو ويميو دين كدرية وفاة خديجة يا زواج ميام سواء وزواج وفاة خديجة خديجة جيري دي كو زواج سودة سودة قرسي دي إيو عائشة عائشة رضي الله والله كرها لنقضى عنهن صدح ضدف ماشا محو كهلا يا صدح صحابي او قبضاء او ميدنا نبيغا كادي ماتاي لبكالان او قرسدي خديجو نبيغا ما قيودة شوغة ما سوقا دانا لباتاري شانسانا سو ماها مركا وحو كالا يا خديجو كا قيريوتي يا مركا خديجا دي ماتاي ينو عائشو قرسدي سودان او قرسدي في سنة العاشرة سنة كي طبناد من النبوة النبي نمضى كاميدا توفيت والو افسدي السيدة خديجة بقردي خديجة هيد أي الله أفسري فحزن النبي فحزن وحى كمر وذي عليها دشيدة الرسول الرسول صلى الله عليه وسلم حزنا مروك شديدا أدرا آد النبي هوشا وكمر وذي لأنها خديجة أيده كانت وحى تحبه نبي مشعل كو وتمنع ودفاع شرت عنه حجيزه أذا قريش قريش نبك ذن ويكدفاع شرت فتزوج وحا قرسدي فتزوج نبي وقرسدي بعد وفاتها لما شددك بعد بسودة سوداء يقرسدي بعد أن توفي انتي لغو أفسديك بعد عنها حاجة زوجها ننكيدي سودة نين هرية قبش جري ننكيدي باكار انتي نبي قونا خديج قبش جري خديجة كار لمتي مالك نبي قونا حاس ماله وحاس كيس وايد لمت سودة نين ماله وننكيدي وقود انت ألف ما قدوك بس بركاسو نبي قرسدي وكانت وحيا هيد قد آمنت مثل رميسي بالله ألي ورسوله الرسولك ألي رسولك سبوي الرميس وخالفت وحي خلافتي أقاربها قويس كيدين وي خلافتي هم حي إسلام كو قد تالي قالي أهين قويس كيد وان روابتي دين تا إسلام كان ربا مرك وي خلافتي وي لدق علمين وي علاديين وي فقيين أيضنا دين تيدي بقادته نبي الرميس وبعد شهر بلك بعد سودة مركو قرسدي بلك بعدي أيو عقد وحو مهرسدي على عائشة بنت أبي بكر الصديق وبلك بعد هدي مركو بلقبي سودة أيو هدنا عائشة مهرسدي وهي أيضنا في السابعة من عمرها سنة كي تضباد العمر جيدة أيو كشرتها اللي تضب تربية تضبا سنة شرت طيب ولم يتزوج النبي مقرسا بكرا قبر إنا غيرها أيضا أنهين ودخل ولا أقل قلي بها أيضا في المدينة مدينة مركو هجرودان ولا أقل قلي طيب مصنف كميشا نافر غضبك هذا غضبك كوبات سنة كي طبنا النبي خديجة كريمتين النبي قنا وكمر قودي ويدفاع شرتي النبي قنا ويش عليه صلى الله عليه وسلم غضب غضبك الله بعد مركي خديجة كريمتين كبعد سوداء يوقور سدي وننكيد هري ودي انتي قف مؤمنة ناهي غضبك الصدحات
مركو سودو جور سدي كبعدي عايشو هدنا بيل كبعدي جور سدي عايشة دا أدي دماغي أهت دو بشير بوش غابر إنانو هو كوه ريسي أيدا مجور سدا مالا ميت كدن بيسي مجور سدا مالا دومر كي نبي جور سدي غراب بي وضع هاي دومر غراب بي جور هرسو دا مريع هاي ضي عايشة جور كيدا جور كو على باقي بوض أيده هرتا وحى علماء أبدين هي لحشر بئه مركل الجورين اللي حسن يشتر تطبعها طبعا هو لحشر بئه لكن سيلو جوري مطقان أيده جوري هذا شوكت لهم هرية بس خير لما جينين جوري لو ما لسنين جوري هذا إسكت شوكت شرعنا ولا سمين كره كبرد عاوة هطيت على طو عاوة سل عاوة اللي مهرين كره أيده عاوة على لكن محل سمين واجي إيقان كارتو ويناتو واجا سنك واجي جري دوم مهري هطيت كوقن عدل لو أقل كينية ولا فهم غضبك ساسوي لكن كبرد عابهات عاوة هطيت على طو وأران كرهيب لو قبل إذا دان كسيه وانكو مهري ولا مهرينا هي وما بحل كرتاه حب هذا الكذب لازم معه والد كده وكل كان قناه يدك كله توان الجوري الأرنا يا مه خلاص مركي هدو قان جارته مركز الأرنا هي إذا يربانيك الجوري ما كو قنا عصنته هي هذا يكو قنا على ها وعادي عايشة مركز ساس إذا لحس نشرته بنبي قال الجوري صلى الله عليه وسلم أيضا ير وآت ير سديت نشرته ولا آخر كلام ده أهم ويريد لكن وي قان جارته ويقان كارتي طيب دمرك قريشيد وري حجاز يمالها وبدانا انت بدن 8 سنه 9 سنه يكو قان غار جيري ايدو يرو ولي ان دا يرو حتى 18 يمالها جرتنا نبي واد انت صلى الله عليه وسلم 18 بيتي تمركو نبي كاد انت صلى الله عليه وسلم كبعد لكن عمر دهر با اله سي وي وينات اد بي وينات عمر دهر بهاش اد بنبي او جعل نبي وحريريا ددك او جعشها ماركا سويري عائشه سالي عاد عمرك كمان نويتين رجع وش عشان سير أبهه وهنا أبو بكر موقته أدب وش على النبي صلى الله عليه وسلم قبل إيسا فاطمة وح كويرة أبو فاطمة بنت رسول الله وحن شعلها ما شعشها ها أبو وشعلها عائشة أتقول إلى شعلوب وشعلها برك أدب النبي وش على قف ونعكسن أهل الدين أنا وياه قف ونعكسن أهل الدين الصحابيات قرنا أهل الدين بيها أدب ونعكسن يؤمهات المؤمنين في سنة العاشرة سنة كيتو بنادو من النبوة نبيني ماذا كاميدا توفيت وحالو أفصدي السيدة وغاسدي خديجة أهد مغردي فحزن وكمرغو دي نبي وعليه فحزن وحا كمرغو دي عليها دوشيدا الرسول والرسول صلى الله عليه وسلم حزنا مروك شديدا نيطرا لأنها أيضو كانت وحيه تحبه ميد نبي غاتشعي القفت دمر كاهي إنا ننكا قبتش على تاعيام معها أصغن إنو حاسك ستش على تاعيام هو رغم ونكسن وتمنع ويكدفاع جرت عنه حقي هذا قريش قريش دبك هذا ويكدفاع جرت ايضا واشرف نكون ريركي سد دفاعه قفت دمر كان انك هذا دفاعه وحي حق فتزوج وغورسدي بعد وفاتها جيرديده كبعد بسوده سوداء يغورسدي بعد ان توفي زوج سوداء مركي لغا اوفسدي كبعد عنها حق زوجها نكيدي وكانت وحي اهد قد امنت مثل ميس بالله عليه ورسوله رسولك وخالفت وحي خلافتي أقاربها حكتدي دي قالت هيد ويكرا دينتين وبعد شهر بلك بعد عقد وحو مهر سدي على عائشة بنت أبي بكر الصديق والحال هي أيضا في السابعة سنة كي تضباد يكسو قنتو من عمرها داء دي ده أما سنة كي لحد أسي دماني يتضباد بقليسي أما لحسن يجرتي ولم يتزوج مقورسا بكرا قبر قشانتيوه إنان غيرها أيضا نهين ودخل ولا أقل قلب بها أيضا في المدينة مدينة يقول أقل قلب ومحلو لكي ده markii la mahriyay makkah la joogay laakiin markuu soo hijrooday oo madiina la yimid madiina markii la yimid ay weynatay nabi wala aqalgal oo dhistay asilatu su'alo mata tuufiyat goorma la oofsaday asayidatu khadijatu sanadkii 10aad mata tazawaja goormu guursay bi sawdata sawdo waxa weeyaan markay ka dhimatay ba'da wafati khadijata mata tazawaja goormu guursay bi aishata aisho ba'da zawaji سودة بشهر مركز سودة قرسي بلك بعد كم كان عمرها داديد ومي سيئة سابعة نوقرن هل تزوج مقرسي بكرا قبر إنان غيرها إذا نهين مايا أين دخل بها حقيبو كراء قلقلي مقالة مدينة سوسايد المغر أين دخل بها الخلاصة قبل في السنة العاشرة سنة كيتو بناد توفيت وحالو أفسدي السيدة خديجة فتزوج وحو نبي قرسي بعدها قداش هذا سودة سودة ثم عائشة عائشة والحال هي أيضا في السابعة من عمرها سنة كتضباد داء دي يكسو غنتهي دخلوا الله أقل قلبها أيضا في المدينة مدينة يقول أقل قلب والله أعلم صلى الله وبارك على نبينا.